نبتدي بقى مع بعض ألعاب الأطفال. كويس، احنا جايين عشان كده. ألعاب الأطفال فيها التنشين. خلينا ندخل حصة الألعاب. يلا. خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد انطلق. يلا فيك. كاميرا شاطرة يا فريدة، كملي. برافو 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 يا فريدة. بس عيلة الفايزين، عيلة الفايزين خلصت اسرع واكتر. فتحية لأسرة الفايزين. مزيج ما بين تبسيط العلوم والتحدي ما بين العائلات في العام الدراسي. عايز اسال الاول عائله الفايزين، مين فيكم كان علمي ومين كان ادبي؟ ادبي. اثنين على بعض، سنه كده وسنه كده. وفي حاجه كده يعني اتخرجتي ادبي ولا علمي؟ ادبي. ادبي. هنا حد علمي او ادبي؟ ادبي. علمي. طب يبقى انت عندك فرصه افضل. بس على العموم احنا بنسال في اساسيات او في مبادئ، مش تخصص قوي يعني. برحب بالمهندس عبد الله عنان اللي بيشجعنا اكتر على الفتره دي، المهتم جدا بتخصص العلوم. الحقيقه ان هو اشترك معانا واحنا بنكمل اللي ابتديناه مع بعض. حلو جدا ان العلوم تبقى لطيفه وملونه وفيها مفاجآت، مش تبقى كئيبه. عايزين نقربها للناس اكتر. طيب دلوقتي التجربة اللي احنا هنشوف مين في الأسرتين هيعرف يتوقع صح. احنا معانا مجموعة سوائل مختلفة في الكثافة. اكيد. عرفنا بالسوائل اللي موجودة. عندنا عسل ابيض كلنا عارفينه، عندنا صابون سائل اكيد كلنا عارفينه، عندنا زيت طعام، وعندنا كحول. هنحط السوائل دي على بعض بأي ترتيب، وعلشان كثافتهم مختلفة فهم مش هيختلطوا ببعض، بس هيترتبوا ترتيب معين من الأتقل في الكثافة اللي تحت لحد أخف واحد. يا ترى مين هيبقى تحت من فوق؟ من تحت أول حاجة إيه بالنسبة لك؟ العسل. العسل يعني أصفر. أيوة. الأخضر. الأخضر اللي هو الصابون، صابون سائل. الزيت أصفر فاتح. الزيت. الزيت بقى فوق. ما في كحول. لا 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 لا. الراجل ده فاهم خلاص اتكلم. الزيت انا هي. وبعد كده الكحول اللي هو الاحمر، وبعد كده الزيت اللي هو اصفر فاتح. الاصفر الغامق العسل، وبعدين صابون سائل، وبعدين الزيت الاصفر الفاتح. وبعدين مصطفى بيضحك. بعد كده احمر. يعني الكحول اللي انتوا بالنسبه لكم اعلى حاجه، انتوا اعلى حاجه الايه؟ الاصفر الزيت اعلى حاجه. هنضلهم ما كلهم اتفقوا ان العسل هيبقى اتقل حاجه. مبدئيا العسل كثافته 1400. يعني ايه 1400؟ يعني اللتر منه وزنه 1400 جرام. فاحنا هنحط العسل، وقالوا اخف حاجه عندنا هي الكحول. هنا قالوا الكحول وهنا قالوا الزيت. الكحول فعلا كثافته حوالي 700. طب يا ترى اللي في النص دول ايه؟ عندنا الصابون السائل كثافته 1100. يعني اللتر منه وزنه 1100 جرام. اوكي. ايه ده؟ اكيد بنعمل اسم دي يا بابا. ما هي تجربه، دي تجربه علميه. عندنا الزيت. الزيت كثافته، بس انا في الاخر قلت الزيت صح؟ الزيت 800. يبقى احنا عندنا اربع عناصر: عسل، صابون سائل، زيت، كحول. وانتوا ترتيب الاسره هنا عندنا اربع الوان بقوا واضحين جدا عندنا. تمام. طيب ولا الترتيب اللي انا بقى عندنا اصفر، اخضر، احمر، اصفر شفاف او يعني اصفر خفيف فاتح. يعني اللي حصل هو انه العسل هو اللي تحت، الصابون السائل الاخضر، وبعد كده الكحول المخفف، الكحول المخفف الاحمر، وبعد كده الزيت. مين في الاسرتين كان قايل الترتيب ده؟ ايوه. بصوا.
تجربة شكلها حلو بس من خلالها نعرف شوية معلومات. أولها طبعاً. إنه النيتروجين غاز النيتروجين عشان يبقى في حالة سائلة لازم يتبرد 273 تحت الصفر، بس هو يبتدي يغلي أول ما يعلى عن 196 تحت الصفر. يبقى هي تقريبا يعني اللي بيكتب تقريبا 300 تحت الصفر بالظبط كده، يعني 200 وحاجة 273 273 يعني تقريبا 300 درجة تحت الصفر، فبيبقى بارد جدا جدا. السؤال هو وال ودي ميه دافيه، ميه دافيه عادي عاديه خالص، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه خالص. طيب الباشمهندس هيحط نيتروجين سائل على الميه الدافيه، دوركم ان انتم تتوقعوا ايه التفاعل اللي هيحصل، ايه النتيجه اللي هتحصل. هل هيحصل فرقعه صغيره ونار او شراره؟ هل هيحصل بخار؟ هل المية هتتجمد في نفس اللحظة اللي هنحط فيها النيتروجين السائل؟ بخار كثيف، بخار كثيف برضه، بخار كثيف. يا إما هما الاثنين هيطلعوا صح يا إما هما الاثنين هيطلعوا غلط. خلينا نشوف النيتروجين، النيتروجين السائل اللي هو درجة حرارته أكتر من 200 تحت الصفر لما يتحط على مية دافية عادية إيه الرياكشن اللي هيحصل. ركزوا كويس، 3 2 1. البخار ده مش مؤذي خالص، مش ما تخافوش خالص. ما تخافوش خالص، ده مش مؤذي بس شكله تحفه. ده شكله انا نفسي بقى طول النهار اقعد. على فكره انت ممكن تقربوا وتلعبوا على فكره البخار نفسه سائل. فرق الحراره الكبير ما بين الميه وما بين النيتروجين بيعمل ايه؟ بخار كثيف. مين عايز يجرب؟ انا. تعالي تعالي تعالي، ما هو العلبه دي حطي بس خليكي بعيد. ايوه عادي خفيش تقلقيش. واو يا ماما يا ماما يا ماما الله عليك يا ست الكل. مستنيكي. احنا لعبناها مع اسرتين قبل كده وفي ناس توقعت صح وفي ناس توقعت غلط، بس هو كان الشكل حلو جدا. اللي ما حضرش معانا الحلقه اللي فاتت هينبسط جدا لما يشوفها لان هو منظر كده لطيف في العاب. اكيد فرقعه. تعالوا كل اسره تيجي، في اسره تقف هنا، اسره تقف هنا معانا. العامل المحفز هنا ايه؟ هنا ميه الخميره، ملح الخميره، ملح الخميره على ميه الاكسجين، على ميه الاكسجين نشوف ايه اللي هيحصل. بيعمل العاب. يلا مستعد الالعاب، بس انا وانت هنحط مره واحده بالظبط. جمهور يدينا كاونت داون. طب اوكي يلا 5 4 3 2 1 جو. انت مش عايز تذاكرها مع ماما. خلينا نقول الاسرتين بيفوزوا بهديتين حلوين جدا.